ختام الموجز هو دليل صارخ على تخبط موقف الإدارة الأمريكية في سوريا، وتوج هذا التخبط مؤخرا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من شرقي سوريا في تراجع عن قرار سابق بالانسحاب الفوري. وفيما تبدو تركيا التي صب القرار الأمريكي في صالحها متريثة وتنتظر زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في 8 و9 من كانون الثاني يناير الجاري قبيل قمة ستجمع قادة مجموعة أستانا في موسكو. ما مرد هذا التذبذب في الموقف الأمريكي وما ستكون عليه تداعياته السياسية والميدانية على الحلفاء والأعداء معا بسوريا دون تغييب الحاضر الغائب إسرائيل داخل المعادلة السورية؟ هذا هو موضوع نقاشنا اليوم مع الكاتب الصحفي حمزة تكين، ينضم إلينا مباشرة في الاستديو. صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. ما لبث أن صنع ترامب الحدث من جديد بسوريا، يعلن عن الانسحاب الفوري لقوات بلاده من شرقي سوريا، ثم يعود في تغريدة ليقول إن هذا الانسحاب سيكون بطيئا. اليوم كيف يمكن قراءة هذا الموقف؟ ما هي الدوافع السياسية؟ هل هو ميداني عسكري سياسي؟ هل أتى ردا على ما طلبت به وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا يعتبر انتصار للدبلوماسية التركية، فتركيا الدولة الوحيدة اليوم التي كانت تضغط بقوة وبجدية على الولايات المتحدة وبالتحديد على دونالد ترامب لتحقيق هذا الأمر، لأن تواجد القوات الأمريكية هناك كان عائقا كبيرا أمام الدخول التركي إلى شرقي الفرات وإلى منبج. ورأينا يعني الكثير من النقاشات التي جرت بين أنقرة وواشنطن فيما يتعلق بمنبج والاتفاقات وكيف خلفت الولايات المتحدة الأمريكية. اتخذ القرار الأمريكي على عجالة، كانت مفاجأة بالرغم أن القضية انتصار للدبلوماسية التركية، ولكن كان القرار سريع جدا، ما دعا أنقرة للتريث في عمليتها العسكرية التي كانت يعني ستنطلق. وهنا أستاذ حمزة، يعني البعض رأى أن هذا القرار الأمريكي يمكن يكون مصيدة اليوم لتركيا داخل سوريا. هذه هي النقطة التي كنت أريد أن أقولها، صحيح أنه انتصار دبلوماسي، ولكن السرعة التي اتخذ القرار فيها دونالد ترامب جعلت أنقرة تتريث خوفا من مصيدة أو مكيدة ما تعدها الولايات المتحدة الأمريكية للجيش التركي والجيش الوطني السوري، اللذين كانا سيشتركان معا في العملية العسكرية. اليوم هذا التراجع أو هذا التريث الأمريكي أيضا يأتي في مكان ما مصلحة للكيان الإسرائيلي، فرأينا علنا أن بنيامين نتنياهو طلب بالتريث وسحب القوات الأمريكية على دفعات خوفا من التطورات التي لن تصب في صالح إسرائيل. يعني الكيان اليوم الذي تبنيه منظمة بيدي بيكاكا شمالي سوريا، هذه المنظمة الإرهابية اليوم، هذه الدويلة خاصرة في الجانب التركي في الحدود الجنوبية التركية، مهددة لوحدة الأراضي السورية وداعم سياسي في مكان ما للكيان الإسرائيلي. بهذا السياق أستاذ حمزة، أنقرة تترقب زيارة لمستشار الأمن القومي جون بولتون في 8 و9 من كانون الثاني يناير الجاري، ما المرتقب؟ ما الذي تتوقعه اليوم من الإدارة الأمريكية؟ ما الذي تنتظره من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع العلم أنه جون بولتون سيحط ربما بإسرائيل قبل أن يتوجه إلى تركيا أو العكس بهذا السياق؟ زيارة تأتي في سياق التنسيق الأمني والسياسي بين أنقرة. بس التنسيق الأمني حول أي أطر داخل سوريا؟ ما الذي تريده تركيا داخل سوريا؟ وما الذي تضع الإدارة الأمريكية عليه خطوط حمراء يجب على تركيا ألا تتعداها داخل الميدان السوري؟ تركيا لا تريد وجود تنظيمات إرهابية على حدودها الجنوبية مع سوريا، هذا خط احمر. ولكن يعني ميدانيا بدانا نرى انه اليوم القوات الكرديه المتواجده بمنبج بدات الانسحاب من المدينه التي كان جرى اتفاق عليها مع الجانب الامريكي، ولكن الجانب الامريكي لم يباشر حتى الان بتنفيذ هذا الاتفاق في هذه المدينه. أمريكا لم تباشر بأي اتفاق لا في منبج ولا في غير منبج فيما يتعلق بسوريا. أخبار الانسحاب لهذه الجماعات والعناصر الإرهابية من منبج هي مجرد أخبار إعلامية، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انسحاب. كل الأنباء التي وصلت إلى أنقرة تؤكد أن هذه العناصر الإرهابية ما زالت تسيطر على قلب منبج. اليوم عندما ننظر للتحضيرات العسكرية التركية كما ذكرت قبل قليل في الموجز،
التحضيرات العسكرية اليوم والحشد العسكري التركي ونوعية السلاح ليس مجرد سلاح عادي، هناك سلاح ثقيل جدا وهجومي وصل أمس ليلا إلى الحدود التركية السورية، تؤكد أن العملية العسكرية التركية لن تقتصر فقط على منبج بل ستشمل أيضا مناطق شرقي الفرات، أي أن العملية قاب قوسين أو أدنى، يعني العملية لن تلغى من الأجندة التركية سواء تريث ترامب بالانسحاب من سوريا أو لم يتريث. تركيا ستدخل معادلات التركية داخل الميدان السوري، هل يغير المعادلات؟ ربما تغير الاستراتيجية العسكرية على الأرض، ولكن الموقف السياسي التركي لن يتغير على الإطلاق في يعني التخبط اليوم الأمريكي في هذا السياق، سواء تخبطت أمريكا أو لم تتخبط، الموقف السياسي التركي واضح، وحدة الأراضي السورية ضد التنظيمات الإرهابية، حماية الأمن القومي التركي، وإعادة أكثر من 1,700,000 لاجئ سوري هجرهم هذا التنظيم الإرهابي. يعني هذان هما الموقفان التركي والأمريكي، ولكن هناك أيضا اللاعب الروسي، ويقال الصحف الأجنبية عندما تناولت القرار الأمريكي بالأساس الانسحاب السريع من سوريا ربطته ربما اليوم باتفاق جرى بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي داخل المعادلة السورية، هل من هذا القبيل يفهم هذا التريث التركي؟ يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تناقض تام في الساحة السورية، لا أعتقد أن هناك أي تنسيق اليوم أو أي إيجابية لكلا الطرفين سواء موسكو أو واشنطن في هذا القرار، التنسيق أتى فقط بين أنقرة وواشنطن. اليوم روسيا ليس لها نفوذ في مناطق شرقي الفرات، ولكن هي تريد اليوم، ولكن تقول أنه واشنطن. عندما تنسحب القوات الأمريكية من هذه المنطقة بالذات على الجيش النظامي السوري أن يدخل إلى تلك المناطق السورية، هذا الموقف الروسي سمعناه، ولكن عمليا على أرض الواقع لا يمكن تطبيق اليوم الطلب الروسي أو الرغبة الروسية. سمعنا العديد من قادة تنظيم PYD/PKK الإرهابي اليوم قبل أيام رفضوا دخول قوات النظام السوري إلى تلك المناطق وحتى إلى منبج، يعني قضية اليوم إعلان النظام السوري أن دخل إلى منبج غير صحيحة، هي مجرد يعني هرطقة إعلامية على الإطلاق. وبالتالي اليوم هذه الرغبة الروسية من الصعب أن تتحقق على أرض الواقع. التنافر والتناحر اليوم بين قوات النظام من جهة وهذه العناصر الإرهابية كبير لا يمكن أن يلتقيا حتى على نقطة العداء لأنقرة وللجيش التركي، وبالتالي من الصعب أن يعني تتحقق الرغبة الروسية شرقي الفرات. شرقي الفرات رغبة واحدة هي التي ستتحقق، هذا ما تثبته القوى على أرض الواقع، هي الرغبة التركية بالقضاء على هذه، ولكن التغيرات. إلى أي مدى سيتماشى الجانب الأمريكي مع ما تريده أنقرة اليوم؟ سيتماشى في نهاية المطاف، فهناك تغيرات كبيرة اليوم في الموقف الأمريكي تجاه تركيا. ربما الموقف أستاذ حمزة، ربما الموقف السياسي يتماشى مع الموقف التركي، ولكن هناك موقف المؤسسة العسكرية وزارة الدفاع البنتاغون، وما أوردته الصحف الأمريكية أن وزارة الدفاع طالبت من الرئيس الأمريكي التريث بهذا الانسحاب 4 أشهر على الأقل لكي تتم عملية خروج تلك القوات الأمريكية من سوريا، ما يعني اليوم أنه القرار سياسي ولكن هناك قرار عسكري. هذه الإدارة الأمريكية عليها أن تعود مجددا إلى وزارة الدفاع لأنها هي التي تعلم أكثر ما يجري على أرض الميدان. ربما هذه أمور لوجستية عسكرية على أرض الواقع، ولكن القرار السياسي اتخذ كما ذكرنا قبل قليل، التريث بالانسحاب لأمور لوجستية ويعني تحقيق لرغبات بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وخاصة إسرائيل. ولكن ما كنت أريد أن أقوله قبل قليل اليوم أن هناك تغير واضح في النظرة الأمريكية تجاه تركيا سياسيا وحتى عسكريا. اليوم رأينا قبل أسبوع الموافقة الأمريكية على بيع منظومة الصواريخ باتريوت دفاع الجوي إلى أنقرة، هذه الصفقة كانت معلقة لفترة طويلة جدا، لماذا اليوم وافقت أمريكا على هذه الصفقة؟ لماذا اليوم بدأت أمريكا تبحث بقضية مهمة جدا بالنسبة لتركيا، إعادة
فتح الله جلد إلى أنقرة. يعني بس هي تغيرات أتت بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول. بغض النظر عن يعني بغض النظر عن الأسباب، ولكن هناك تغيرات تركيا واضحة اليوم في السياق الأمريكي تجاه تركيا. أستاذة حمزة دكين، ننتقل إلى الموقف الإسرائيلي. ما كان عليه الدور الإسرائيلي اليوم بالموقف الأمريكي، خاصة غداة اللقاء الذي جمع يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية مايك بومبيو على هامش تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو بالبرازيل، وتأكيد الجانب الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحافظ على أمن إسرائيل بالمنطقة؟ هذه النقطة التي ذكرتها قبل قليل، أن اليوم كل الخطوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بالرغم من أنها تحقق مصالح بعض الدول في مكان ما وفي بعض الجهات وبعض الجبهات، ولكن في نهاية المطاف اليوم الطفل المدلل عند واشنطن هي إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي اليوم. وبالتالي واشنطن سواء كان ترامب، سواء كان أوباما، سواء كان بوش أو أي رئيس قادم، سوف يأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل في المنطقة و الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم تسير بقضية خطيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية صفقة القرن. اليوم عرابت هذا المشروع اليوم الخطير بالنسبة للقدس وفلسطين هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الأسف مدعومة من قبل بعض الأنظمة العربية وبعض الأنظمة الإسلامية. أستاذ حمزة تكين، موقف الدول المشاركة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق، هل كان له أثر على الموقف الأمريكي وهذا التراجع خاصة بالنسبة للتوقيت الزمني؟ نأخذ بعين الاعتبار موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعني أول تصريح يعطيه الرئيس الفرنسي بعد قرار إدارة ترامب الانسحاب السوري، الحليف يجب أن يوثق به بميدان القتال. تركيا نعلم جميعا أنها فعلا خاضت حرب اليوم ضد تنظيم داعش الإرهابي. هذه الحرب اليوم يعني كلفت تركيا اقتصاديا، وكلفت تركيا المئات من الشهداء من أبناء الجيش التركي في عملية درع الفرات، والحرب اليوم ما زالت مستمرة على هذا التنظيم. يعني كثير من الخبراء وكثير من المحللين أكدوا أن الدولة الوحيدة اليوم التي فعلا حاربت تنظيم داعش الإرهابي وبجدية ليس بشعارات إعلامية هي تركيا. تركيا الدولة الوحيدة اليوم التي تعرضت لهجمات إرهابية خطيرة وكبيرة ومؤثرة في الداخل التركي من هذا التنظيم. يعني هذا التنظيم لم يضرب دول أخرى بهذا الحجم الكبير الذي ضرب فيه به تركيا، وبالتالي اليوم الحرب بين تركيا وبين هذا التنظيم واضحة. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس أن الحرب التركية ضد هذا التنظيم الإرهابي في شمال سوريا أو فلول هذا التنظيم، هو لم يعد موجودا أصلا، فلول هذا التنظيم سوف تستمر وسوف تستعر خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع محاربة الوجه الآخر لهذا التنظيم هو تنظيم بيدي PKK الإرهابي. أستاذ حمزة دكين، بسؤالي الأخير، هل لمست اليوم تركيا تغير بالمعادلات الميدانية داخل سوريا بعد هذا القرار الأمريكي والتراجع على الانسحاب الفوري من سوريا؟ لا يوجد أي تغير وفق كل المعلومات اليوم التي وصلت إلى أنقرة، المعلومات العسكرية والاستخباراتية. لا يوجد أي تغير على أرض الواقع استراتيجيا وعسكريا. كل القوى التي ما زالت منتشرة في هذه النقطة أو تلك النقطة ما زالت في نقاطها، لم تتقدم. كل ما يشاع اليوم عن انسحاب هذه القوات الإرهابية من منبج مجرد فقاعات إعلامية، دخول النظام السوري أيضا غير صحيح إلى منبج، وبالتالي الأمور على أرض الواقع ما زالت مستمرة. الجميع ينتظر انطلاق العملية العسكرية التركية في منبج وفي مناطق شرقي الفرات. الكاتب الصحفي حمزة دكين، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. لقاء يتجدد.